السلام عليكم. شوفوا يا جماعة، دي برضو واحد يعني بيحضن 100 كتكوت. بص يا جماعة، الكتكوت لما بيكون مهيأ تحت السلم اهوت، ما شاء الله ما شاء الله، السقاية والعلافات والنشارة تحتهم واللمبات. بص يا جماعة، 1 2 3، ده استقبال ممتاز. بصوا الكتاكيت يا جماعة نازلة عاملة ازاي في المكان الكويس، المكان الجميل. فصراحة بصوا يعني، بصوا كتاكيت، واحنا النهاردة في عز الشتاء، النهاردة 18/12/2018. بصوا كتكوت، كتكوت اللي قدامنا ده هوت من نوع افيام كبكب. بصوا مكان عامل ازاي، فده نموذج كويس خالص لاستقبال الكتاكيت. وطبعا حاطط مستقبلهم على شوية، حاطط مية بسكر، حاطط 10 جرام على لتر مية بسكر، والكتاكيت اهي. ده ازاي او يعني كيفية ان احنا نستقبل الكتاكيت بالوضع اللي شايفينه اهو. طبعا دي لمبات 200 واط، 3 لمبات اهيت، وصراحة يعني وضع ممتاز خالص، والكتاكيت ما شاء الله حيوية وبتجري اهيت اهي. ان شاء الله اتواصل مع حضراتكم عن اي معلومة تفيد حضراتكم، وشكرا لحضراتكم.